عارف نفسك. عملت اللي عليك. اتفضل. عارف نفسك. انا اسمي ابراهيم بركات وراجل حاصل على ليسانس اداب جامعه القاهره. اللي انا شايفه دلوقتي في الميدان ان اهل الشهداء في بعض الاسر الشهداء ما خدوش حقهم، في ناس اتظلمت كتير. اللي حصل ان كل القوى السياسيه والشعب المصري ابتدى تفتيته، وده ما كانش في مصلحه الثوره. لازم الناس كلها ترجع ايد واحده. دلوقتي ما يهمنيش دستور اولا او انتخابات اولا، انا يهمني دلوقتي مطالب الثوره اولا. مطالب الثوره الناس كلها نادت بيها. اللي حصل الناس كلها جت على نص مطالب الثوره ووقفت وكله اتقسم عشان هي حته من التورتايه، وده كان غلط. دلوقتي حاليا دلوقتي المواطن بسبب طول فتره المحاكمات والشغل بقى الناس بقى صعب انها تشتغل، والماديات بقى صعبه الحياه بتاعه الناس كلها، فده اثر على الناس. دلوقتي احنا محتاجين تسريع في المحاكمات، تسريع في المحاكمات عشان البلد تطلع لقدام. محتاجين كل الناس تتوحد تاني، ومش كله. مش هقول بقى ايه ليبراليين او اشتراكيين او كذا او اخوان او كذا او كذا، لا لا، كله لازم يكون ايد واحده عشان نقدر نحقق هدف الثوره. وبالنسبه للي بيحصل مع اهل الشهداء ده احنا بنرفضه، وتعامل الشرطه مع الناس برده كان في عنف جامد، وبيفكرنا بقبل يوم 25. احنا كل دلوقتي انا عايز اوصل رساله لكل المصريين اللي بيسمعوني، اللي احنا محتاجين نبقى ايد واحده. وبالنسبه للوضع اللي في الميدان دلوقتي لازم كلنا نفهم ان في اهل شهداء وفي ناس مظلومه وفي ناس عندها حق. بس اللي بيحصل دلوقتي ان في ناس بلطجيه متاجره جايين علشان ينضموا للناس الكويسه، علشان خاطر ان اي واحد انسان محترم لما بيجي بيشوف ده بيرجع، ما يعملش عمليه الحج للناس تاني او نقدر نجمع بعضنا تاني، لان كل واحد ما عندوش استعداد لما يشوف منظر في بلطجيه ان هو ايه ينضم. فلازم احنا كلنا نبقى فاهمين النقطه دي، النقطه دي مهمه جدا، ولازم كلنا نرجع عيد واحده تاني عشان نقدر نكمل ونقدر نحقق مطالب الثوره بتاعتنا كلها. شكرا. وان شاء الله مصر تبقى كويسه. شكرا.